طقوس الفراوله حطيت معجون فراوله نص كوبايه من الشربات لون غذائي الجيلاتينه، واديها برضو الكريمه بتاعتي بنفس الطريقه اهو، واحده ادوبها الاول وبعد كده اضيف بقيه الكريمه بعد ما تدوب وتتجانس معايا مع المعجون بتاع الفراوله والشربات والجيلاتينه واللون الغذائي، وتاكدي ان مفيش كتل بيضة عشان لما تيجي تقدمي الكيكه تبقى كيكه موس بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها وسموسي خالص قدامك اهو. وادي بقيه الكريمه بتاعتي. اهم حاجه تعملي اللي تحت ايدك، انا عملت لك اربع افكار، عندك شوكولاته اعملي شوكولاته ترفيه، عندك مانجو اعملي موس مانجو، عندك فراوله فروزن اعملي موس فراوله، عن ليمون متوفر تقدري تعملي ليمون، وتقدري ما عندكيش فورم كيكات تقدري تعمليها في سيليكون او فورم كريم كراميل او بايركس او في كاسات، تقدري المواس دي تقدميها في كاسات وبولات، يعني خدي الفكره اعملي الكيكات الاسفنجيه مكعبات صغيره وحطيها جوه الموس في كاسات، وبعد ما يتجمد اديله جيلي من فوق، اوريك ازاي الجيلي دلوقتي. الموس عندي تجانس كده اهوت يا حسني بتاع الفراوله، اروح جايه صباه يا حسني قدامك كده اهو، واسيب مساحه للجيلي بتاع الفراوله اللي احطه من فوق. خدي بالك انا بعد ما هيتجمد هطلعه واكون عامله جيلي واديله جيلي من فوق عشان استمتع باحلى موس فراوله في الدنيا. من تحت ديسك سبونج مسقي شربات فراوله، من فوق هيبقى جيلي فراوله، واروح جاي خبطه خبطتين كده عشان يتفرد ويطلع هواء منه يا جمالك، وادخله الفريزر لمده ساعتين ساعه، اما الثلاجه لمده ساعتين.